لأنه كيسنجر قالها بشكل واضح تماما، ينبغي إرضاء بوتين من أجل إيقاف تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل واضح، بمعنى أنه إعطاه بعض الأراضي الأوكرانية والتنازل رويدا الحقيقة وعدم كسر روسيا حتى لا نصل إلى الحرب العالمية الثالثة. لكن هذه حقيقة تبقى كلها دعوات، لكن سنة التدافع موجودة، وأعتقد أن الأمور مستقبلا ستتطور إلى يعني مراحل خطيرة سيشهدها العالم من خلال تداعيات هذه الأزمة، سواء على المستوى الاقتصادي الذي بدأ العالم، وقد تكلمنا بقناتكم قبيل اندلاع هذه المعارك على أن هناك تأثيرا اقتصاديا سيضرب العالم، وها هو الآن في فصل الصيف بدأ التأثير بشكل واضح تماما، وشعوب العالم بدأت تلتمس حالة من الانهيار بأسعار وارتفاع الأسعار وغياب كثير من مفردات الغذاء العالمي، وبالتالي هذه الأزمة ستلقي بظلالها في عام 2023 بشكل كبير تماما. ولذلك حقيقة المفروض أننا ننظر في خفايا هذه المعركة وأين ستصل، وبالتالي ما هي الأضرار الناجمة لمجتمع أو لمجتمعات دولنا ولا سيما بالشرق الأوسط سواء كانت الإقليمية أو العربية، وما هي الخيارات التي يمكن من خلالها الخروج من أزمة الغذاء العالمي الذي ستعلو وستضرب أطنابها في عام 2023.